صباح الخير للناس بتاعت صباح ومساء والناس اللي بتتفرج علينا. انا ميكو من برنامج وكالات ميكو، واحنا عارفين انت كمان عارفه البرنامج دي من العصافير اللي بتعدي كده. هو ده برنامجنا، برنامج واقعي بيتكلم عن الطبخ والاكل، ومش بس كده، ثقافات وحضارات وحوارات واطباق وحاجات كتيره جدا 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 عن الجنسيات اللي عايشه معانا في الكوكب ده، مش بس عن اكلهم. المهم، اهم حاجه في الموضوع في الخبره او في اليوم اللي انت بتعيشه وانت داخل الثقافه دي، كانك رحت الدوله وانت لسه في مكانك. ومن الحاجات المهمه جدا 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 الاكل، لان هنا انا فاجئت نفسي، كان اول مره اطبخ حاجه غريبه ما اعرفهاش خالص ولا اعرف اي حاجه. وزي ما انتوا فاكرين انا جبتها لكم المره اللي فاتت وانا بلقط كل الكلام ده وبقطف كل الخضروات دي، عملت منهم اكله وفاجئت الناس كلها، وفي الاخر برضو فاجئت نفسي. تعالوا شوفوا عشان متهيألي انتوا مش هتشوفوها في اي حته تانية. يا ام انا ده وقت الاكل يا. بص انا جبت، كان عندي كذا مكتب هنا يعني في المطبخ بتاعي، كان عندي موقع وموقع وموقع، والشمس عماله تحلو وانا عمال الف برضو، وقلت اجي اقطع كل حاجه هنا قدامكم. اول حاجه انا جبت ميه هنا وهغليها، واللي انا هقطع فيها البطاطس زي ما انتم شايفين مش متساويه، بس مش مهم، كلها هتنزل في البط. انا بقى هبدا اقطع كل حاجه واحط كل حاجه هنا، بس يا رب تبقى بس الاكله ناجحه وتعجب الراجل ده، لان انا جاي له من حاجته، المفروض اعمل حاجه كويسه. انا فعلا ما عنديش خلفيه عن الاكل، وجالي التحدي ده ان انا المفروض اطبخ حاجه للراجل ده ومن هنا ما اطلعش ولا بره ولا اروح اي حته. دولت انا مش هحطهم دلوقتي علشان دولت هيستوي بسرعه، والبطاطس كمان بتستوي بتاخد وقت اكتر. معلش يا كرات شكلها عيانه شويه، بس انا هستخدمها كلها من فوق لتحت. يلا بينا بقى. Is it okay to cook it with the seeds, yeah? شكرا سمير. طبعا اظبطوا صوابعكم، اعملهم كده عشان السكينه تعدي كده كده، never cut you يعني. سبايسي اب عشان نخليها حرقه شويه يا جماعه. هنضف بقى كل البزر اهو من هنا عشان نقلل من حرقيته. اللي عايز يخليه حرق اكتر كل حاجه. ماشي خلاص اهو بكمل لك يعني عشان تبقى نظيفه كده. الفلفل ده يا جماعه بيطرد امراض كتيره من الجسم، وبيحارب ميكروبات وبيظبط المعده حلو. دلوقتي جاء وقت الطبخ. اول حاجه انا هحط زيت زيتون كالعاده، طبعا بحب الزيت زيتون. طب يعني هبدا احط اول حاجه البصل. سامعيني الطشه دي؟ انا ادي هو طلع البصل، شكله عايز يعمل كشري وبيضحك عليا. I'm gonna put the potatoes now. Yeah. Before that got burnt. Just get them frying. As long as they've all got a bit of space in. Yeah. الخضار كله هنا. هبدأ أحط بهاراتي. شوية فلفل أسود. وشوية على البطاطس كمان. أوريجانو اللي هو الريحان. هحط شوية سي ويد. في شفاء للناس، العسل. عسل كده في إيدي. عشان بهارات كتيرة، وعلشان الحراق أو الحار اللي موجود يديني الطعم بس ما يدينيش الحراق. الشمس هي طلعت، يا حلاوته يا حلاوته. هبدأ أحط عليها شوية طماطم، خلي كله يبدأ يتطبخ مع بعضه. أحط البصل كمان من فوق، الطماطم هنا عشان تديني إيه الصلصة، تديني الطعم بتاع الصلصة مع الأكل، جوسي يعني، عصير كده، عصير تحس ان زي شوربه كده، تعمل شوربه.
والراجل اول ما قال لي انا عندي شويه طحالب بحريه اللي هي سي ويد، هات خليني احطها في الاكل اشوف اللي هيحصل. انا بحب اجرب اي حاجه ممكن ارميها في الاكل، ما عجبتنيش ما جربهاش المره الجايه. I'm gonna just put some seaweed في الاخر كده. الريحه بتاعت الاكل يا جماعه فظيعه، ريحه الاكل طالعه مع ريحه الخضار كده. انا اتعمدت احمر الخضروات اللي انا حطيتها شويه. I've got a smile in my face. ده البصل ده والباقي كله هيتحط على الجناب. Miko, welcome to the veranda, and thank you for all your cooking. I've been dying to try it. Oh my God! So now you are my pasha, pasha. It's like pasha? Lord and stuff. You have to be old to be a pasha. No, you have to be rich, or it's an honorary thing anyway. Oh yeah, yeah. But let's get cracking. Well, let's have a little sniff of this food. Now you're going to see what happens when I eat it, right? So I'll just try this bit first. Perfect. It's got a kind of softness. It's got heat. It's got a cook behind it. Thank you, Miko. Honestly. No, seriously, this is really good food. I lost it out. This is amazing. No, you've managed to put together some really good ingredients. You've done it in your own way, and it works. Alhamdulillah, I'm so good. ولو عايزين أكتر وعايزين تتعرفوا على حاجات أكتر وأكتر وأكتر بتروحوا على أكولات ميكو صفحة على الفيسبوك أو بتتفرجوا على برنامجنا اللي في قناة الغد العربي الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش أو الساعة 9 بتوقيت فرينتش. السلام عليكم، باي باي، يلا شوفكم.